مين التلميذ ومين الاستاذ لو قلنا في القعده دي مين التلميذ ومين الاستاذ بصدق شديد سؤال ليك يا حماده مين التلميذ ومين الاستاذ انا تلميذ لاي حد في الدنيا والله لا مش بجد والله تلميذ والله انت بتتجمل قدام الكاميرا افاق يا تاني وانا وحبيبي وانت روحي وانت الله روحي بره يا مش عارف ايه وموضوع تاني خالص حماده هلال بيحب الفلوس اول ما جاب العربيه الهمر خباها عشان ما يشوفها يخاف <applause> الحسد <تص يعني الحسد ده بيخاف مني انا يعني صاحبنا انت رايح فين يا حماده وانا قاعد مع دلوقتي ورايح مشوار ابص تلاقيه بيصور فيلم خايف بيخاف من الحسد ما بتقولش فعلا يا حماده عن, عن حاجتك بتخاف ما من الحسد ما لا يقولش لاي حد حضرتك وساعات لي في اوردر بقى وش كده على طول انا اخبي القمر هو بيجيب بيخبيها كل اسبوع ويقعد بعد كده ايه ايه رايك في القمر يا جماعه ويقعد شايف... طب ايه رايكم يعني ممكن اجيبها يبص في عينينا تمام ان احنا الموضوع يروح مطلع بقى العربيه العربيه انا بص اقول لك على حاجه سعد اما بنعمه ربك في حد اكتر واحد للدرجه دي اشتغلت وربنا كرمني وبس بعد كده اساسا الفلوس يعني ربنا العالم هي بتروح فين لكن اللي انت عايز اقوله لك بس اللي انا هفهمه لك كلمه صغيره ان واقول لاستاذ رهام اقول لك ان ان موضوع الحسد الحسد طبعا معروف يعني بس في فرق ان انت تبقي خايفه من حسد او خايفه على شعور بني ادم قدامك زي ما استاذ سعد بيقول لك دلوقتي ان انا سبت المنطقه انا سبت المنطقه ليه هقول لك ليه وجهه نظر ان انا سبت المنطقه يا استاذ سعد انا سبت المنطقه لان ما تبقاش سبب لقلب انسان يتكسر عايش معاك كان بياكل معاك في نفس الطبق ممكن يكون انت معاه فربنا يعني فاهم هفهمك هقول لك ازاي اسف اللي انا مش عايز آه. بالبلدي مثلا اكون انا في منطقتي وليه أصحابي اللي في نفس المنطقة أنا ربنا كرمني وفتح عليا ليه أخش عليهم بهمر وشبح وحاجات رضيهم ونس... يا عم ما متخ... يا... رضيهم يا عم ده رضيهم. لا يا أخي كل واحد تجير مال... أقول لك عارف بنطلون عارف المرضية يديله 500 جنيه عارف المراضية مش تقعد ثلاث سنين ما جيش المنطقة ما بيديش حضرتك هو بس حمد هلال بره ويقابلك السلام عليكم ورحمه الله وبركاته وبتاع و... وامشي لو سعد ده ابن مش عارف تريبين 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 طب ما تتكلم يا عم يا عم الامور دلوقتي ما تخليك ما تخليك بره زي الكاميرا هنا بص لي على الاقل اقول لك حاجه على الاقل انا صريح بتكلم كده اهو مش زي الخبيث بتشوف صورة تتخابس وت و.. و.. عارف اللي هو ايه اللي هو اه وبتتكلم برضه انت مصمم تغلط فيها عشان الصوره اللي انت متخيل آه هو ضحك آه عليها أبغلط آه 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 هو ما ضحكش آه آه على حاجه هو ما ضحكش على حاجه آه لا بغلط انا حضرتك بغلط وانا من شبرا وبغلط وانا ما سبتش منطقه الغط دلوقتي وساكن في القطن يعني أقولك وس... هو انا عايز اقول لك هو انت عشان من شبرا يا شبرا شبرا غلطه اه لا. لا يا عم مش غلطه يا عم حماد انا عايز افهم يعني انت بتقول من شبرا شبرا فبغلط ما انا بقول لك يعني ابن بلد شبرا دي ابن بلد بلك قد ايه شبرا على فكره ابن البلد عمره ما بيغلط ثلاث سنين لا, لا, ت... لا ت... انا انا بعرفك حقيقتك انا بعرفك حقيقتك ان انت بتتجمل بره الكاميرا انا بعرفك حقيقتك بقالك قد ايه مروح منطقتك بقالك قد ايه مزود اصحابك بقى انت خفت على زمايلك تخش عليهم بالهامر فروح الحته لا يا بيه ايه ده تيجي ازاي دي لا يا بيه لا بقى اقول لك حاجه خش عليهم ب 28 وخد يلا <applause> يا محمد يا مالك يا خد مالك يا ابراهيم خد يا خد يا, خد يا خد سعد ما تعيش بص يا سعد انت مش طبيعي أوي لا, لا 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 سعد انت مش طبيعي لا انت اللي طبيعي عم لا سعد انا يعني انا اسف انا يعني اسف يا عم وعايز آه تمشي تكل على الله لا انا مش هقوم وهعمل انا مش همشي مش, مش همشي مش يمشي فين هو في بيتك انا بقول لك لا خالص لا اصل انت لا اصل ده كلام فيه فرق دلوقتي ان انت ان انت كنت زعلان من موقف ولازم يعني يعني اقول لك انا بتكلم حياتك انا بتكلم بتكلم الحقيقه يا ريس حقيقتي اللي انا ايه يعني يعني اه يعني انت رحت 53 57 مستشفى رحت سلمت عليهم بس ايه بقى ايه ده؟ هما عشان تسلم عليهم؟ ايه ده؟ رحت يا جماعه السلام عليكم يا جماعه استاذ حماد الله ده جه قلب المستشفى طب ايه مفيش فيش ظرف ولا في حاجه؟ قالوا له لا ظرف ولا جواب ده جه سلم ومشي قال لا 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 وحمد لا لا طب انا بقى اللي بتضحك عليا إيه هي ربنا اكرمني يعني مثلا واحد راح مثلا طب هو انت قاعد بتعمل فيه كده ليه؟ انا بقى مش عم... فاهم انا مستغرب لا يعني انت قاعد في يعني حلقه بتعمل لا. انت عايز توصل عشان, هو... عشان, هو ثانيه واحده عشان هو يعني انت قاعد عايز تشوهه طول الوقت قدام جمهور هو اللي بدا عرفته على حياته هو 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 كان بيضحك على السبيكر و... والله والكور هنا بان بقى والسفر لما شاف ال... لو انت لو انت واثق من نفسك مش هتعمل كده مش هتيجي تصفي حسابات جوه الحلقه لا كور هنا انا واثق من بجيب ايرادات اعلى منه حضرتك ايرادات في ايه؟ في الافلام يعني بس انا مش 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 متخيل حضرتك يعني الوحيد الوحيد اللي خدته انا تنكر انا خدتك في حفله المنتخب في دبي لا منكرش انكرش تنكر لا لا ويا ريت نفع <applause> ولا ما بقولك بقول لك ايه بقول لك حضرتك الساعه 7 اخرنا فاضل ساعتين على الطياره طب بقول لك يا بنتي انت فين قلت له في طياره مستنيك الطياره خاصه هات فرقه وتعالى وتمام وربنا ربنا اكرمه ما شلناش الكلام ده خالص وانت طالع بطياره خاصه تبع مين تبع دبي حضرتك على فكره انت منتخب لما خد العلب كنت أنا لمودي المنتخب حضرتك نعم كان هو لمودي العلب <تصفيق> <تصفيق> أنا كنت مودي العلب ماذا أعمل لك؟